اخترت اللون البنفسجي والأزرق والأبيض يلا والأسود. نشوف هنرسم بيهم ايه. بدأت في أول اللوحة من فوق باللون البنفسجي، بعد كده بدأت أحط اللون الأزرق ونزلت باللون لحد تحت، بعد كده بدأت أدمج بإيدي، وكان لازم أجيب درجة تالتة أنتقل بيها من البنفسجي للأزرق، فحطيت البرقوع المزعرر ده وبدأت إن أنا أدمج الألوان كلها في بعض. طبعا مع الدمج اللوحة بيبقى شكلها أجمل. بعد كده جبت اللون الاسود وبدأت ان انا اعمل من تحت كده زي ارضية، ورسمت دايرة باللون الابيض هتكون هي القمر، وعملت انعكاسه كده في موج، وعملت سحاب، وبدأت ان انا ارسم باللون الاسود نخلة، وبدأت ان انا اعمل لها كمان الفروع بتاعتها، وزودت فيها تفاصيل، وبدأت ان انا ارسم يخت بعيد كده والانعكاس بتاعه في المية. اختاروا في التعليقات 4 الوان ارسم بيهم اللوحة الجاية، ولايك للفيديو، تابعوني عشان يوصلكم كل فيديوهاتي.